تقديرا لبطولات المجاهد الكبير سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ورفاقه الذين صنعوا بتضحياتهم مجد الجلاء. وزارة الثقافة تقيم مهرجان سلطان الأطرش للإبداع الثقافي. طلبنا من خلال الاستمرار والتركيز على المتابعة في فعاليات مهرجان سلطان الثقافي، وهو يقام لهذه السنة في دورته السابعة، على تكريس القيم النضالية والوطنية التي كرستها الثورة السورية الكبرى والقائد العام سلطان باشا الأطرش من خلال الشعار الذي طرحه: الدين لله والوطن للجميع. أحفاد سلطان، ما زلنا على العهد باقون ومستمرين في ترسيخ القيم اللي رسخها سلطان ورفاقه المجاهدين، القيم الوطنية والقومية والاجتماعية، قيم الوحدة الوطنية، قيم اللي بتعتمد على شعار الثورة دين الله والوطن للجميع. يشكل مهرجان سلطان باشا الأطرش الحالتين معا، الحالة الإبداعية والحالة التاريخية، ويخطئ من يظن أن مهرجان سلطان الأطرش هو فقط حالة تاريخية، لا، بل هو أيضا حالة إبداعية حينما نقدم شعراء وأدباء يجسدون معاني ودلالات الثورة السورية الكبرى في إبداعاتهم الشعرية والثقافية. وأيضا هناك الحالة التاريخية بإلقاء الضوء على أهمية الثورة السورية الكبرى وكيف كان سلطان وريف فاقه الثوار الميامين من سلطان من الشيخ صالح العلي الى ابراهيم هنانو الى حسن الخراط الى العده الوطنيه مجتمعه، كيف كانوا يجسدون الوطن والوطنيه والثقافه الوطنيه الجمعيه. مهرجان عددا من الفعاليات المتنوعه التي تؤكد على تاريخ سوريا الحافل بالامجاد والبطولات والتضحيات الكبيره التي قدمها الشعب السوري صاحب اول ابجديه في التاريخ. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.